بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنبدأ في شرح المحاضرة الثالثة من الباوربوينت. هنتكلم على بعض التفاصيل البسيطة كده. أنا عندي دلوقتي كلمة زي كلمة سندر اللي احنا شايفينها قدامنا. عنصر اسمه تشينج كيس يا جماعة احنا خدناه طبعا في برنامج الوورد، بس برضك هو مكرر معانا في برنامج الباوربوينت. هقول له من الفورمات، هقول له حاجة اسمها تشينج كيس. عندي حاجة اسمها تشينج كيس زي ما احنا شايفين كده، هقول له خلي لي الكيس بتاعتها ابر كيس. ابر طبعا يعني اللي هي مقصود بها موضوع ان هي كابيتال كلها، زي ما لاحظنا كده فعلا الكلام نفسه اتحول لحروف كابيتال. هنتكلم بقى على حاجه اسمها الهيدر والفوتر دلوقتي، اتكلمنا عليها برضه طبعا في برنامج الوورد. هنيجي هنا من فيو، هقول حاجه اسمها هيدر اند فوتر. هنا بيقول لي دلوقتي ان انت عندك امكانيه ان انت تحط الديت والتايم. الديت ممكن تخليه ابديت اوتوماتيكلي، بمعنى ان انا دلوقتي لو قلت له مثلا ابلاي، يعني انا حددت له دلوقتي ان الديت ابديت اوتوماتيك، وقلت له مثلا ابلاي تقول يعني طبق على كل الشرايح. هنشوف حاجه بسيطه دلوقتي اللي انا موجود فعلا عندي هنا الديت موجود في الشريحه دي والشريحه الثانيه والثالثه وكل الشرايح زي ما احنا ملاحظين كده، وجود حاجه جديده اللي هي الديت. طب ده لو في حاله اللي انا قلت له مثلا طبق لي الديت وخليه اوتوماتيك. لو انا فاتح الجهاز النهارده هلاقيه بتاريخ النهارده، لو فتحت الجهاز تاني يوم هلاقيه بتاريخ تاني يوم، وتالت يوم هلاقيه تاني تالت يوم، الاسبوع الجاي هلاقيه بتاريخ الاسبوع الجاي. يبقى التاريخ في الحاله دي هو بيعمل ابديت لنفسه بشكل اوتوماتيك. كل ما تفتح الجهاز هيتفتح معاك التاريخ، هيتحدث او هيتعدل بحيث ان هو يبقى في نفس اليوم او في نفس التاريخ. انا هختار ديزاين هنا يكون ورق لونه ابيض عشان بس نلاحظ اي تغيرات. زي ما احنا ملاحظين كده طبعا عشان دلوقتي شايف التاريخ بشكل اوضح شويه. هنشوف بقى دلوقتي الباقي ايه الاوبشن المختلفه اللي موجوده عندي في الهيدر اند فوتر. هنستنى بس لما الديزاين ده يتطبق على كله عشان نقدر نشوف بقيه الاوبشنز. تمام كده اوكي، نسبيا اقدر اكمل. اوكي طيب، هاجي هنا دلوقتي هقول له من قائمه فيو، هقول له حاجه اسمها هيدر اند فوتر. طب ده في حالة ان هي ابديت اوتوماتيك. طب انا عايز التاريخ بيبقى عندي ثابت، هقول له حاجة اسمها فيكسد. فيكسد معناها طبعا ان التاريخ هيكون ثابت، واكتب له التاريخ. هقول له مثلا التاريخ بتاعي 1/1/2009 مثلا كده. لو قلت له ابلاي تقول هيتطبق على كل ابلاي، بس هيتطبق على شرايح حالية. هقول له ابلاي تقول زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، هو ده التاريخ الفيكسد. وهنلاقيه لو فتحت اي شريحة من الشرايح التانيين هلاقي ان هو فعليا متطبق عليهم. ده طبعا في حالة ان التاريخ قلنا ان هو فيكسد، يبقى الابديت متغير بشكل اوتوماتيك، لكن الفيكسد ده حاجة ثابتة معايا. تمام، نشوف بقية الاوبشنز المتاحة من فيو بردك. هقول له حاجة اسمها هيدر اند فوتر. طبعا انا محتاج دلوقتي اوبشن يديني اللي انا اقول اه دي الشريحة رقم واحد، الاقي موجود فيها رقم واحد واثنين وتلاتة وهكذا. هاجي هنا على حاجة اسمها سلايد نمبر، اقول له هنا حط لي بقى الترقيم بتاع الشرايح، واقول له ابلاي او ابلاي تو اول. ابلاي يبقى على الشريحه دي، ابلاي تو اول يبقى على الشرايح كلها. طيب عايز احط فوتر ليا زي ما خدناه في برنامج الوورد كده باسم صدره، هكتب هنا صدره. يبقى هنا سلايد نمبر اوكي، ده رقم الشريحه. فوتر اللي هو الاسم اللي هيكون موجود عندي. نكملهم بالمرة. don't show on title slide معناها لو انا اخترت ده ان الاعداد مش هتطبق في الشريحة الاولى، تتطبق بعد كده في باقي الشرايح. اقول apply to all زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي الشريحة رقم واحد مش ولا موجود فيها تاريخ ولا موجود فيها وقت ولا موجود فيها اي حاجة. ليه؟ لان انا قلت له don't show on title slide، لكن بقية الشرايح اللي هي اتنين وتلاتة زي ما احنا ملاحظين كده اتطبقت فيهم. ده الفوتر وده رقم الشريحة نفسه. طب حد يقولي طب ما هي ما اتطبقتش هنا، ليه هنا خدها رقم اتنين؟ عادي، لان هو فعلا اعتبر ان هو ده دي رقم واحد الطبيعية، وظهر في اتنين الشريحة اللي بعديها رقم اتنين. ده كده موضوع الهيدر والفوتر. هنتكلم دلوقتي عن عنصر مهم جدا اسمه سلايد ماستر. بس قبل ما نقول سلايد ماستر هنتكلم على بعض الاعدادات الافتراضية اللي احنا خدناها في الوورد. من تولز اوبشن، لو انا عايز اغير يوزر نيم بتاع الابلكيشن ده، من تولز اوبشن، بحيث ان انا طبعا لما ابعت لما حد يشوف الابلكيشن ده او البرزنتيشن ده يعرف مين اللي عامله. ممكن اشيل النيم هلال واحط اي اسم تاني وهقول له اوكي.
هقول له اوكي. نكمل كده. احنا كده اتكلمنا فعلا على موضوع اللي هو البيزك انفورميشن، الفيو مود هنتكلم عليها دلوقتي حالا. اوكي هنكمل دلوقتي كلامنا، هنقول مثلا على موضوع السلايد ماستر. هنعمل برزنتيشن جديد، هضغط هنا على حاجة اسمها نيو عشان اعمل برزنتيشن فاضي بقى جديد. هنعمل فيه اكتر من سلايد، بدل ما هي سلايد 1 بس هخليها سلايد 2 و3، هنعمل 3 سلايد. رايت كليك في اي مكان فاضي وهقول له نيو سلايد. نيو سلايد تاني. اوكي نستنى شوية كده. اوكي نيو سلايد كده. عامل فعلا عندي 3 شرايح زي ما احنا شايفين كده، انا لسه ولا عملت حد فيهم فورمات ولا غيرت في اي حاجة، وده الشرط عشان اطبق موضوع السلايد ماستر. طب ايه السلايد ماستر دي؟ بيقول لي انت ممكن تحط صورة او ممكن تحط مثلا اي شكل رسومي من الاوتوشيب، من اللي هو سوري من الدروينج تول بار اللي موجود عندي تحت، الاقيه يتطبق في كل الشرايح. نشوف كده الموضوع. هقول له من قائمة فيو ماستر سلايد ماستر. هنلاحظ دلوقتي ان ال3 شرايح اللي موجودين عند دول انضموا في شريحة واحدة، دي هي الماستر بتاعته. هضغط بقى هدخل اي بيكتشر، انسيرت بيكتشر فروم فايل. معناها طبعا دخل لي صورة من على الجهاز بتاعي. اوكي اختار اي صورة بقى من الجهاز، وليكن الصورة دي مش مشكلة. insert هضغط هنا على حاجة اسمها close master view عشان ارجع الوضع اللي هو النورمال بتاعي العادي. اوكي احنا زي ما احنا شايفين دي دلوقتي الشريحة الحالية اللي هي مفتوحة متطبق فيها الرسمة دي. لما طبعا دول يعني يشتغلوا معايا او يتفعلوا هتلاقوا يعني اول واحدة هي فعلا ظهرت. اوكي بقى التانية والتالتة، اول لما هيتفعلوا على طول هلاقي ان الصورة دي اتطبقت فيهم كلهم زي ما احنا شايفين كده. طب عايز اشيل الصورة دي منهم، هضغط برضك من قائمة فيو ماستر سلايد ماستر واضغط على الصورة اللي انا كنت مدخلها واقول له ديليت، يبقى انا كده لغيت الصورة. طب عايز بدل ما احط صورة احط شكل رسومي، هضغط مثلا على شكل الاوفل دي الدايرة او الشكل البيضاوي وارسم الشكل البيضاوي ده واقول له كلوز ماستر سلايد. هياخد برضك بعض الوقت ولاقي ان نفس الموضوع يعني الشكل البيضاوي ده متطبق عليهم كلهم، بس معلش نستحمله شوية. اوكي زي ما احنا ملاحظين كده اهو ابتدى يطبقهم يعني. اوكي يبقى انا دلوقتي شفت ان انا لو حبيت اضيف شريح اضيف سوري شكل رسومي هضيفه من هنا من قائمة فيو ماستر سلايد ماستر، لو حبيت ازيله هعمل نفس الخطوات. طيب يا جماعة انا دلوقتي هنا هنشيل الشكل الرسومي عشان ما يلخمناش، فيو ماستر سلايد ماستر هضغط على الشكل واقول له ديليت واقول له كلوز ماستر فيو. اوكي انا كده فعلا خلاص شلت الشكل الرسومي، هستنى بس هديله فرصة يطبق الاعدادات دي. تمام انا همسح بس شريحتين على اساس يعني الموضوع ما يكونش فيه تقل شوية في التعامل، يبقى كل اللي احنا بنستناه شريحة واحدة بدل ما نستنى التلاتة.
تمام. يبقى هنا دي الشريحة الحالية اللي موجودة زي ما احنا شايفين كده، اللي اوت بتاعها او التخطيط بتاعها اللي انا احط هنا تايتل وهنا سب تايتل. اولا ده يا جماعة اسمه بليس هولدر. يعني ايه بليس هولدر؟ اللي هو مقصود بيه زي مكان الكتابة كده، اي حاجة عايز اكتبها لازم احطها في البليس هولدر ده. اوكي طيب، لو انا دلوقتي عايز اغير بقى اللي اوت او التخطيط بتاع الشريحة دي بحيث ان هو يكون مثلا يبقى فيه بليس هولدر فوق، تمام، وهنا عندي بدل ما فيه بليس هولدر سب تايتل لا يبقى فيه اتنين جنب بعض. طب اغير الكلام ده ازاي؟ هنشوفها عملي طبعا ونفهمها. هقول له من قائمة فورمات هقول له حاجة اسمها سلايد لي اوت. يعني ايه سلايد لي اوت؟ اللي هو تخطيط الشريحة. هضغط على سلايد لي اوت بيتفتح قدام الشكل اللي موجود ده، هقول له انا محتاج التخطيط ده مثلا، كليك بسيط عليه كده هلاقي ان فعلا التخطيط ده اتطبق قدامي زي ما احنا ملاحظين كده دلوقتي. طب محتاج تخطيط تاني، هختار التخطيط التاني بنفس الطريقة اهو. طب عايز مثلا احط التخطيط ده اهو موجود معايا. يبقى هنا يا جماعة بختار اي تخطيط، مثلا محتاج احط جدول هنزل تحت كده لحد ما الاقي عندي التخطيط اللي هو بتاع التيبل وليكن التخطيط ده. ضغطت عليه يا جماعه بيقول لي دلوقتي خلاص اوكي، هيقول لي هيطلع لي رساله يقول لي هنا كليك تو اد تيبل او دبل كليك تو اد تيبل او دبل كليك تو اد تيبل زي ما احنا مش شايفين كده. عايز فعلا اضيف جدول بقى هضغط على الجزء دي او على الرسمه دي دبل كليك، هيحدد لي دلوقتي يقول لي انت عايز كام عمود وكم صف. اوكي تمام، هو بيقول لي انت عايز كام عمود وكم صف. ماشي هقول له 2 و2 مفيش مشكلة، انتوا براحتكوا طبعا. هنقول له اوكي تمام كده. يبقى هو هنا فعلا رسم جدول زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما عمل التخطيط اللي هو بتاع التيبل ده لقيت نفسي ان انا مش محتاج التيبل، انا محتاج حاجة تانية، محتاج مثلا احط رسم بياني. نديله فرصة بس يحمل نكمل الشكل بتاعه. ما علينا، هقول له دلوقتي انا محتاج تشارت اللي هو المقصود بيها طبعا الرسم البياني. ضغطت عليه هنستنى برضك طبعا لما يحمل معانا. ماشي اوكي طب نضيفه على شريحة جديدة عشان فعلا ما يهنكش معانا الدنيا شوية. اهو دي شريحة جديدة وهننزل تحت عادي واقول انا عايز الشريحة دي تشارت. اهو زي ما احنا شايفين كده بيقول لي دبل كليك تو اد تشارت، نمسح اللي فوق دي. انا طبعا لو دوست دبل كليك دلوقتي هيبدا بقى في عمليه رسم الرسم البياني بتاعي. هستنى بس اديها فرصه تحمل وهمسح لفوق. انا المفروض ان انا ابقى امسحها دلوقتي بس مفيش اي استجابه. يعني اخيرا مسحها. اوكي طيب، هنا بيقول لي بقى اضغط دبل كليك عشان تضيف التشارت او الرسم البياني. فهاجي على الشكل بتاع الرسم البياني ده او التشارت، هضغط دبل كليك عليه. هو المفروض طبعا ان هو ما بياخدش الوقت ده كله. يعني اوكي تقريبا كده ابتدى يحمل. طيب هو كده حمل طبعا.
هنا دلوقتي بقى هو مديني بيانات افتراضية east و west west و north و south وهكذا. هقدر اغير بقى البيانات للحاجات اللي هي مثلا البيانات بتاعتي. هقول انا دلوقتي مثلا بقول كورس الويندوز win تمام، كورس الوورد كان محقق مبيعات قد ايه مثلا، وكورس الاكسل وهكذا. وورد بي دوت بي اللي هي باوربوينت. زي ما احنا ملاحظين كده البيانات اللي انا كتبتها اتطبقت عليه على طول، win و word و b dot b اللي هي الباوربوينت. وهنا دي المبيعات مثلا، هقول له ان ده حقق لي مثلا 1000، التاني حقق لي كذا، التالت حقق لي كذا. يبقى هنا زي ما احنا شايفين كده كل ما بعمل بيان معين بيتطبق عليه على طول. خلاص هقفل البوكس ده، اهو ده الرسم البياني اتطبق زي ما احنا شايفين. عايز اغير الكلر بتاع الخلفيه اللي هي الباك جراوند بتاعته، هضغط رايت كليك فورمات تشارت اريا واختار اي لون. اوكي زي ما احنا شايفين كده اتطبق فعلا. عايز اغير شكل الرسم البياني، اخليه مثلا شكل دائري من تشارت تشارت تايب، واقول له الشكل اللي اسمه الباي ده الباي، وهقول له اوكي تمام. عايز اظهر بقى الفاليو او القيم، هضغط من التشارت حاجة اسمها تشارت اوبشن وداتا ليبل، واقول له فاليو زي ما احنا شايفين كده ارقامي كتبت. طب عايز الفاليو بالبرسنتج بالنسبة المئوية، اضغط على حاجة اسمها برسنتج واقول اوكي. تمام كده. عايز ادلت الرسم البياني، هضغط عليه في اي مكان يعني في اي مكان في الاريا الخارجية دي كليك بسيطة كده، واقول له ديليت من الكيبورد. طبعا يبقى انا كده لغيت الرسم البياني اللي موجود. تمام. اوكي ماشي تمام كده. طب لو انا عايز اللي او بتاعي دلوقتي حاجه اسمها الدايجرام، يعني ايه دايجرام يا جماعه؟ اللي هو مثلا زي حاجه اسمها زي الوحده التنظيميه كده. عايز اقول ان الهيكل التنظيمي او الهيكل الاداري بتاعي في الشركه، المدير اسمه كذا والرؤساء الاقسام كذا، وفوق كل وتحت كل رئيس قسم مين اللي بيتابع ليه او مين اللي بيشتغل تحت ايديه، يعني زي ما بيقولوا كده. هضغط على حاجه اسمها تايتل دايجرام اورجانيزيشن شارت. هنا دبل كليك عشان تقاد الشكل ده، هقوله دبل كليك وهنستنى برضك. طبعا تمام هنا هقوله اوكي. هنا مثلا هعتبر ان انا عندي مدير، والله المدير ده اسمه مثلا اي حد، ياسر مثلا. يعني المهم يعني انا هاجي هنا وهكتب اسم، بيقول لك كليك تكست، هقف هنا وهكتب تكست معينه، ودول مثلا زي رؤساء اقسام كده، هاجي في كل واحد فيهم واغير اسم. هو فتح الحمد لله، يعني هقول له ياسر. المفروض اللي انا كتبت تمام كده. هاجي هنا بقى اكتب رؤساء اقسام، طبعا مش هكتب حاجه كفايه كده قوي يعني، او هكتب حرف واحد. نكتب اسمه خلاص. تمام كده. انا دلوقتي محتاج بقى اعمل في الهيكل التنظيمي بتاعي ان ياسر ده ليه اسيستنت، ليه مساعد. طب عشان اعمل ان ياسر ليه مساعد هعمل ايه؟ هعلم الاول على ياسر، كليك كده بسيط على ياسر. هيظهر قدامي شريط ادوات، ها
احنا طبعا بعد ما الجزئية دي تخلص هنهي الفيديو ده الحالي ده على كده واكمل بقى في فيديو جديد، بس ربنا يسهل ويخلص يعني. اوكي الحمد لله. هفتح هنا بقى حاجة اسمها insert shape وهقول له حاجة اسمها assistant. يبقى انا دلوقتي عايز اعمل ياسر ده مساعد، يبقى هنا مجرد ما هضغط على assistant هيتعمل فعلا دلوقتي شكل جديد او مربع جديد تحت ياسر على طول. يبقى هنا المساعد او النائب بتاع ياسر هو مثلا شخص معين، واقدر طبعا اكتب في تكست، بس طبعا مش هكتب تكست خالص يعني، انتوا عايش حياتكم في الموضوع ده زي ما احنا شايفين كده. عايز احط جنب مهند مثلا رئيس قسم جديد، يبقى هضغط على مهند وبعد كده هفتح حاجة اسمها insert shape اللي احنا كنا لسه فيها، وهضغط على حاجة اسمها coworker. coworker دي معناها ان هو زي زميل كده او على نفس الدرجة يعني. اهو تمام. هاجي على حاجة اسمها insert shape، هفتح السهم ده واقول له حاجة اسمها coworker. coworker زي زميل كده. طب نشوفها بالمرة كده، حاجة اسمها subordinate اللي هي زي شخص تابع لي. طب هقول له coworker الاول، اتعملت بسرعة الحمد لله. طيب عايز اقول له بقى في مهند ده بيرقص ناس، يبقى هنفتح هنا ونقول له subordinate، يبقى هيتعمل تحت مهند شخص. وممكن طبعا اقول له insert shape تاني، يبقى زي ما احنا شايفين كده ان انا قدرت فعلا ما اعمل دايجرام. طيب يبقى كل ده يا جماعه احنا اتعلمناه من حاجه اسمها لاي اوت، قدرت اجيب كل التفاصيل دي. هقول له خلاص كده هعمل، طب هعمل حاجه تانية وبعد كده انهي الفيديو. نيو سلايد، شريحه جديده عشان بس نبقى كده انجزنا في الجزئيه دي خالص يعني. عملت شريحه جديده، هختار لها لاي اوت جديد برضك. اللاي اوت اللي انا هختاره هنا اللي انا بضيف صوره وليكن زي كده. تمام. هنا بيقول لك يا جماعه دبل كليك تو اد كليب ارت. طب انا هنا محتاجه اضيف صوره بقى من الكليب ارت، هضغط دبل كليك على رمز الصوره دي. هي في الامتحان على فكره بتيجي بالشكل ده يعني، ما بتجيلكش انسرت بكتشر كليب ارت، عشان بس نخلي بالنا النقطه دي مهمه جدا يعني. تمام. هو المفروض يعني ان هو هيظهر دلوقتي عندنا مجموعة صور، هضغط على الصورة واقول له اوكي. يعني ده لو الجهاز ما عملهاش يبقى انتوا كده عارفين البقية يعني. اهو هو ابتدى فعلا الحمد لله يظهر مجموعة من الصور، يظهر صورة واحدة حتى بس مفيش مشكلة. اهو الحمد لله ظهر صور، هضغط على الصورة دي واقول له اوكي. تمام كده خلاص، هو فعلا ضاف صورة زي ما احنا شايفين كده. عايز اكبر الصورة دي بقى عندي النقط اللي هي التحكم اللي في الزاوية دي اللي في الكورنر الاربعة، بكبر الصورة بأبعادها كلها يعني الصورة كلها بتكبر. ولو طبعا لو استخدمت اللي انا هدخلها لجوه كلها يبقى انا كده يعني، طالما بشد لبرا او بسحب لبرا يبقى كده الصورة بتكبر، لو بدخل السهم ده لجوه يبقى كده فعلا الصورة دي بتصغر. طب عايز اكبر الطول، يبقى من نقطة التحكم اللي هي دي. طب عايز اكبر العرض بس، يعني هنا من نقطة التحكم دي هكبر الطول بتاعها زي كده من غير ما اثر على العرض. طب لو عايز اغير العرض من غير ما اثر على الطول، يبقى من نقطة التحكم طبعا اللي هي زي كده، هقف عليها برضه زي ما اتعملت في الطول. لسه طبعا بيحمل. تمام. هاجي هنا بقى واكبر العرض. وبكده طبعا اكون نهيت الفيديو الحالي. طب نقول حاجة وخلاص تانية مفيش مشكلة بقى بالمرة. لو انا عايز اضيف صورة احنا اتعلمناها على فكرة من السلايد ماستر اللي هي insert picture from file. لو انا حبيت اجيب صورة من فايل من عندي، فاستوب على كده دلوقتي.